أهلا بكم من جديد. وساطة جديدة لإنهاء العدوان على غزة تقوم عليها الولايات المتحدة الأمريكية، قطر ومصر، تبدأ بخروج رهائن تنتهي بوقف لإطلاق النار. تفاصيل هذه الوساطة، إمكانياتها، ما تدل عليه، صحة ما يرد من أنباء حول هذه الاتفاقية أو هذه الصفقة إن أبرمت. نحدث حول هذا الموضوع ورحب بضيوفي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مصطفى، مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد. مساء النور، أهلا وسهلا. أيضا أرحب بالكاتب الصحفي من القاهرة الأستاذ عماد عمر. أستاذ عماد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أبدأ معك دكتور مصطفى. خطة أسميت بخطة 90 يوما، هل تقرأ في هذه الخطة إمكانية لوقف العدوان والحرب على قطاع غزة؟ وفي كل ما سرب لا معلومات واضحة حول موقفي حماس وحكومة احتلال من هذه الخطة. أريد أن أعرف أي خطة تقصدون، من الذي قدمها؟ الخطة الأمريكية المصرية القطرية، خطة 90 يوم. أنا ليس لدي اطلاع كامل على تفاصيل هذه الخطة، ولكن أنا أعرف 3 قواعد أساسية يعني يجب الأخذ بها. أولا، يجب وقف إطلاق النار فورا وبأسرع وقت ممكن لوقف المذبحة الجارية ضد الشعب الفلسطيني. ثانيا، أنه عملية وقف إطلاق النار لا يجب أن تكون مؤقتة بل دائمة. ثالثا، أن الأسرى الإسرائيليين لا يمكن الإفراج عنهم دون أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. ممكن أن تتم على مراحل، ولكن أن تكون نهايتها مؤكدة، وهو ضرورة أن يكون هناك وقف كامل للعدوان وانسحاب للقوات الإسرائيلية بالكامل من كل قطاع غزة. بقاء أي قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة لا يمكن أن يسمح بأن يحدث استقرار على الإطلاق. طيب دكتور مصطفى، في نفس الوقت تفضل. نعم تفضل. في نفس الوقت يجب أن تتوفر ضمانات بتوقف إسرائيل عن محاولاتها المستمرة لفرض التطهير العرقي، وأن يسمح لسكان شمال غزة ومدينة غزة بالعودة إلى أماكن معيشتهم، أن يمنع أن توقف عملية التطهير العرقي التي قامت بها إسرائيل في شمال غزة. نعم، أنا سأذكر فقط مبادئ عامة لما يتم الحديث عنه في خطة 90 يوم. أسبوعين وقف قتال في القطاع، وفيها يتم الإفراج عن عدد من الأسرى المدنيين لدى حماس بمقابل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، وقف قتال لوقت أطول، وأيضا الحديث عن حرية الحركة للغزيين، وانسحاب قوات الاحتلال على مراحل إلى حدود قطاع غزة، ووقف الطائرات المسيرة في القطاع، وإيجاد صندوق دولي لإعادة إعمار قطاع غزة. لكن كل هذا لا يتحدث عن ضمانة واضحة، لأن حتى حماس أبدت يعني ملاحظة واضحة حول أن الاحتلال يفرج ويعيد الاعتقال ويزيد الاعتقال يوما بيوم. سأعود لك دكتور مصطفى، لكن قبل ذلك للسيد عماد عمر. أستاذ عماد، مصر اليوم قدمت أولا جملة مقترحات، اليوم تقدم أو تطرح مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر خطة جديدة لتسعين يوم تنهي هذا العدوان. هل برأيك أن هناك وسائل ضغط ممكنة على الطرفين، أتحدث هنا عن حماس وعن حكومة الاحتلال، للقبول بالمقترح المصري القطري الأمريكي؟ الأطراف التي تقدم هذه الخطة الآن بالطبع لديها بعض الثقل لدى طرفي الأزمة، الكيان الإسرائيلي وحماس، لكن في نفس الوقت هناك دافع أو سبب أقوى، وهو رغبة الطرفين في بحث الخطة. الآن الجديد في يعني فيما يتعلق بالخطة المطروحة هو استعداد حماس وإسرائيل لمناقشة هذه الورقة. هذا في حد ذاته بالنسبة للأطراف أو الوسطاء يعتبر أو يعتبرونه يعني علامة أو مؤشر جيد على إمكانية الوصول أو تقريب الفجوات، سد الفجوات بين الطرفين. زي ما حضرتك تفضلت أن الخطة بتتكلم عن مدى التنفيذ 90 يوم تقريبا، وعلى 3 مراحل. في المرحلة الأولى بيكون إفراج من جانب حماس عن باقي المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وفي نفس الوقت تنسحب القوات الإسرائيلية من مدن القطاع، ويكون هناك سماح بحرية الحركة ووقف طلعات الطائرات المسيرة في غزة. طبعا
في هذه الخطوة إسرائيل لها اعتراض بالنسبة لسحب القوات، لكن فيما يتعلق بالخطة هذا هو الشكل المطروح حاليا، وفي المرحلة الثانية سيكون هناك إفراج من جانب حماس عن المجندات الإسرائيلية وجثث الأسرى الذين لقوا حتفهم، لأنه طبعا في عدد منهم تقريبا 27 حسب ما تقول إسرائيل لقوا حتفهم في الهجمات والقصف الإسرائيلي. طبعا في مقابل المرحلة الأولى ومقابل المرحلة الثانية سيكون هناك إفراج عن الأسيرات الفلسطينيات وعن مئات من الأسرى الفلسطينيين. في المرحلة الأخيرة سيكون الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المتبقين وجنود الاحتياط مقابل الإفراج عن مئات آخرين من الأسرى الفلسطينيين. طبعا سيكون هناك خلافات بخصوص الأعداد والأسماء التي يمكن أن تقبل إسرائيل بالإفراج عنها، لكن هذه لكن هي اسمح لي أستاذ عماد أن أقاطعك وأن أتحدث هنا عن موقف حماس تحديدا التي تحدثت بوضوح أن الصفقة التي يعني تمت في الفترة الماضية الصفقة الأولى في منذ بدء العدوان على قطاع غزة لم تكن مرضية لحماس، وأن ما حدث بعد ذلك يضع حماس أمام معضلة التوافق على صفقة جديدة دون إنفاذ شروطها. نعم، هو يعني ده السبب إنه حماس لها الآن شروط تختلف عن المرة الأولى. الآن حماس يعني تتطلع إلى ضمانات دولية لما ستسفر عنه هذه أي الصفقة القادمة. بالطبع إسرائيل يعني لديها من الأدوات الآن ما يمكن أن تشطب به أو تهدم به أي اتفاقات أو تحدث كما حصل في الفترة الماضية، كانت تفرج عن بضع عشرات من الفلسطينيين وتعتقل في نفس الوقت المئات من الفلسطينيين. فالعدد حاليا من الأسرى الفلسطينيين نتحدث عن حوالي 7000 فلسطيني، فبالتالي حماس تدرك ذلك، تريد ضمانات على ذلك وتريد أيضا ضمانات للتنفيذ، وهناك تقارير أن حماس تريد أيضا ضمانات لاستمرارها في حكم قطاع غزة. طبعا هذه النقاط ليس من السهل، يعني من جانب إسرائيل هي مرفوضة، ومن جانب الوسيط الأمريكي هو لا يريد أيضا استمرار حماس في حكم قطاع غزة ولهم تصورهم الخاص. لكن رغم تباعد هذه المواقف النقطة الإيجابية الأساسية هو الاستعداد للمناقشة، هذا يعطي مساحة للوسطاء يعني تقريب وجهات النظر، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارات من الجانبين للقاهرة خلال الأيام القادمة يعني مزيد من يعني البحث عن قرب في هذه الخلافات وتقريبها. الاستعداد في حد ذاته هو الجديد، ومصر لها يعني في هذه التعامل مع هذه المسألة جانب العمل على الحل الدبلوماسي من خلال طرح مقترح طبعا بالتعاون مع الوسطاء الفاعلين مثل قطر والولايات المتحدة، وفي نفس الوقت هي تعمل على تعبئة يعني حشد دبلوماسي دولي يدعم هذا الاتجاه، لأن مصر يعني كما تفضل أيضا ضيفك الكريم تتفق مع ضرورة أنه وقف الحرب هو المطلب الأول، لا حل للأزمة قبل وقف الحرب كمطلب أساسي. طيب. إدخال المساعدات أيضا مطلب أساسي، ومصر أيضا مهتمة ب يعني وضع حد أو يعني إنهاء الأحاديث والتصريحات الإسرائيلية عن إجبار الفلسطينيين على النزوح من قطاع غزة. سأتحدث عن ذلك أستاذ عماد، اسمح لي لأنه أيضا يعني يغيب عن هذا المقترح الحديث المطلق عن محور فيلادلفيا، وهو محور أساسي اليوم على أقل تقدير مصريا وفلسطينيا، لأن السيطرة على هذا المحور يشكل خرقا كبيرا لما تم التوافق عليه عام 2005. لكن قبل ذلك أعود لك دكتور مصطفى، وهناك من يسرب قضية حكم القطاع استهداف قيادات حماس غير واضحة بالمطلق، لكن الواضح أن ما أيضا ما سرب يقول أن هناك حالة من انقسام في مجلس الحرب للاحتلال بين قبول هذه الصفقة ورفضها، وهذا يعزز ما يحدث مؤخرا، صحيح دكتور مصطفى؟ طبعا في انقسام. أكبر عقبة في طريق تنفيذ أي اتفاق هو نتنياهو. نتنياهو، لا أريد أن أكرر ما قلناه مرارا في السابق، نتنياهو غير معني بإيقاف العدوان، معني باستمرار الحرب إلى أطول فترة ممكنة على أمل أن يجد طريقة للهروب من التحقيقات التي ستتم معه بعد انتهاء العدوان،
ولمحاولة إطالة أمد بقائه في الحكم، لأنه يعرف بعد ذلك هو ذاهب إلى السجن بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه. لذلك هذا الرجل خطر جداً، مستعد أن يبطل أي اتفاق، وأيضاً مستعد أن يفجر الجبهة الشمالية إن لازم الأمر لتعقيد الأمور. بس أنا بحب أوضح نقطتين أيضاً فيما يتعلق. أول شيء، مطلوب وقف إطلاق النار فوراً، وقف العدوان الذي يجري الآن. مذبحة في قطاع غزة، مذبحة حقيقية. نحن نتحدث حتى هذه اللحظة عن ما لا يقل عن 32 ألف شهيد فلسطيني إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض، وأكثر من 63 ألف جريح. شيء مذهل ودمار لا يوصف. لذلك أول شيء وقف العدوان، وبعد ذلك يعني مش مقبول أنه بوقف وبرجع للقتال، لا، بده يكون اتفاق أولا على وقف العدوان بالكامل، ثم تأتي التفاصيل الأخرى. في نقطة أخرى لابد أن أشير إليها قبل أن أجيب على سؤالك، موضوع الأسرى. خلال الفترة منذ تمت الصفقة الأولى لتبادل الأسرى، اعتقلت إسرائيل 6000 أسير جديد في الضفة الغربية. بعضهم بقي في السجن طبعا، وبعضهم أفرج عنه بعد أن عذب وحقق معه إلى آخره. واعتقلت في قطاع غزة ما لا يقل عن 3000 شخص، ومنهم عدد من النساء اختطفوا اختطافا. الآن في سجون الاحتلال، عندما جرت عمليات تبادل الأسرى الأولى كان يمكن في سجون الاحتلال لا يتجاوز العدد 6000، الآن في سجون الاحتلال 8000 شخص، بالإضافة إلى 3000 في معسكرات الاعتقال التي تشبه معسكرات الاعتقال النازية في النقب في لسكان قطاع غزة. يعني أنت تتحدث عن 11000 أسير الآن محتجزين من قبل إسرائيل. لذلك الحديث عن إفراج عن بضع مئات كلام مرفوض جملة وتفصيلا. بدهم مش يفرجوا عن أسرانا، ما فيش يأخذوا أسراهم، هذا شيء واضح وجلي كالشمس. لذلك هاي نقطة ستكون معقدة جدا. القضية الثانية قضية من يحكم غزة، من أعطى إسرائيل الحق ومن أعطى الولايات المتحدة الحق في أن تقرر من يدير شؤون الفلسطينيين؟ الحل الأمثل يجب أن يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة من الجميع، مؤقتة، تتولى إدارة أمور قطاع غزة والضفة الغربية، وتكون طبعا بموافقة القوى الفلسطينية جميعها دون استثناء، وتعمل على بعدين إجراء انتخابات حرة وديمقراطية كي ينال الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي. أما أن يملى على الفلسطينيين من يدير شؤونهم ومن يحكمهم فهذا أمر مرفوض. نحن لسنا قُصر ولسنا بحاجة إلى وصاية من أحد. نعم، وبرأيك أن هذا الأمر قابل للتوافق والتفاهم اليوم مع الأمريكي القطري المصري ومع الاحتلال، لأن التصريحات تتباين وتختلف كثيرا دكتور مصطفى؟ طبعا تختلف كثيرا، لأنه مش بس هم احتلوا، يحاولوا احتلال قطاع غزة ويفشلوا بسبب صلابة المقاومة هناك وصمود الشعب الفلسطيني. في الضفة أدعادوا احتلالها كاملا، لم يعد للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أي سلطة ولا في أي بقعة، كل سلطاتها انتهت، لأنه إسرائيل اجتاحت جميع المدن الفلسطينية بدون استثناء، وتقوم بقرصنة حتى أموال السلطة الفلسطينية. لذلك أيضا يجب أن يطرح سؤال، ما الذي سيجري في الضفة الغربية وليس فقط في قطاع غزة؟ يعني هل سيكون وقف إطلاق نار في غزة وتستمر إسرائيل في الاجتياحات لمخيم جنين ومخيم طول كرم ومدينة نابلس ومدينة رام الله والخليل؟ هذا كله. لذلك أنا الذي أدعو إليه وحدة الموقف الفلسطيني. لا يجوز أن نسمح لإسرائيل أو الولايات المتحدة بأن تنفذ سياسة فرق تسد، حماس على جهة والقوى الأخرى على جهة والسلطة على جهة، هذا كلام لا يجوز. ولذلك المبدأ الصحيح الآن فلسطينيا والذي يجب اعتماده حتى تنجح الجهود الفلسطينية هو تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية دون استثناء، والتخلي عن كل العقليات القديمة التي تؤمن بالتفرد في إدارة الأمور. آن أوان تشكيل قيادة وطنية موحدة حتى نستطيع أن نكون على مستوى التحديات التي تقف أمامنا. جميل دكتور مصطفى، سأعود لك، أن هذا الأمر يعني أنت تتحدث فيه دائما وكثيرا، لكن على أرض الواقع لا جديد في هذا الإطار، على أقل تقدير بين الطرفين الأبرز فتح وحماس. وأعود لك أستاذ عماد، وكان من الملاحظ أن خطة 90 يوما لم تتحدث عن محور فيلادلفيا، وهو محور أساسي ورئيسي ومرتكز أساسي في قضية
منع مصر الاحتلال من قضية التهجير، والتزام مصر بعدم التجاوز على اتفاق 2005. نعم طبعا، محور فيلادلفيا بالنسبة لحكومة إسرائيل بتعتبرها يعني المسمار الأخير الذي يمكن أن تدقه في يعني الوضع الذي تحاول بناؤه أو يعني تشكيله في قطاع غزة. لكن تمرير هذه الورقة بالنسبة لمصر ليست مسألة يعني مقبولة على الإطلاق. طبعا زي ما تفضلت، هناك انتهاك لاتفاقات سابقة، هناك أيضا يعني اتفاقية سلام مصر تعتبر أن بنودها ستنتهك من خلال أي وجود إسرائيلي لتأمين هذا المحور، وبالتالي سيكون من الصعب جدا تمرير هذا الموقف للرأي العام المصري. أن تشترك مصر في إغلاق قطاع غزة بهذا الشكل طبعا يعني هذا شيء يعني غير مقبول على الإطلاق من المصريين، والحكومة المصرية تعي ذلك تماما ولا يمكنها القبول بذلك. الآن الحكومة تعمل يعني كما أشرت على إيجاد دعم دبلوماسي أكبر من خلال الاتحاد الأوروبي. يعني كان اليوم في محادثات بين وزير الخارجية المصري ونظير الإيطالي اللي هو بلاده بترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، من أجل دعم الجهود لوقف إطلاق النار في غزة. أيضا يعني مصر لديها الفرصة والإمكانية أعتقد في مرحلة من المراحل للتوصيل مع ما يمكن يعني تسميته الأحدث مبادرة عربية مطروحة. يعني كما تفضل الدكتور مصطفى، المشاكل بخصوص الخروج من النفق المظلم الذي أدخل نتنياهو وحكومته المنطقة والعالم فيه، المشاكل كثيرة جدا ولن يكون من السهل حلها. لكن أعتقد أنه في مرحلة من المراحل ستحتاج مصر لربط هذه الورقة الأخيرة التي تقدمها مع قطر والولايات المتحدة مع المبادرة التي تتحدث عنها وزير الخارجية السعودي أثناء منتدى ديفوس، عن أن الدول العربية لديها استعداد لتطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات لا يمكن الرجوع عنها لقيام دولة فلسطينية، وليس كما يحدث من حكومة نتنياهو مرارا اتفاقات وببساطة يشطبها ويتراجع عنها. يعني هذا هو الإطار العام الذي قد يتضمن أيضا يعني إيجاد شكل أو هيكل للسلطة الفلسطينية. أقصد بالسلطة هنا الكيان، ليس تحديدا المعنى السياسي للسلطة الفلسطينية حاليا، لكن لابد أن يكون هناك شكل فلسطيني للحكم يحتوي كل هذه الخلافات، سواء من خلال الحكومة أو وطنية أو أيا كانت المسميات، يمكنها التواصل والتعاطي مع الطرح العربي وتقديم الدعم، بحيث يكون هناك شريك فلسطيني. أن حكومة نتنياهو حاليا تلعب على أنها لا يوجد شريك فلسطيني، تريد تحطيم حماس في غزة، وكما تفضل الدكتور مصطفى هي محت أثر السلطة الفلسطينية في الضفة. ونتنياهو تباهى الآن بأنه نجح في يعني تعطيل إمكانية إقامة دولة فلسطينية. الوضع يعني بهذا الشكل لا يمكن أن نستمر. المطروح عربيا هو إقامة الدولة الفلسطينية في إطار الحل الأكبر للقضية. نعم دكتور مصطفى، أسمع وجهة نظرك في هذا الإطار، وأود أن أسمع وجهة نظرك فيما يخص المبادرات العربية والحديث أن العرب يقبلون التطبيع في حال وجود دولة فلسطينية أو خطة لإقامة دولة فلسطينية غير قابل، لا يقبل أو لا يسمح للاحتلال بالتراجع عنها. لا في فرق بين، احنا بدنا من العرب يتمسكوا بمبادرتهم، المبادرة العربية. المبادرة العربية نصت على أنه عندما تنهي إسرائيل احتلالها وتقوم دولة فلسطينية مستقلة يمكن أن يجري تطبيع مع إسرائيل. في فرق بين أن تقول سأطبع مع إسرائيل بعد أن تنهي الاحتلال وتقوم دولة مستقلة، وبين أن تقول سنطبع مع إسرائيل إذا كان في خطة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. هذا كلام غير صحيح، وخاصة أن لدينا تجربة عظيمة وسيئة جدا، تجربة اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو مر عليه 30 سنة، مش بس إسرائيل لم تطبق إلا جزء بسيط منه، ألغت ما طبقته، لم يبقى شيء منه. وبالتالي المراهنة على خطط ومشاريع طويلة المدى هذا كلام فارغ لا يمشي معنا،
خاصة أنه الاستيطان يجري على قدم وساق، ولعبة إسرائيل دائما طوال الوقت كانت كسب الوقت وفرض حقائق على الأرض ثم إلغاء الحقوق الفلسطينية. أي تطبيع مع إسرائيل قائم أو سيجري دون إنهاء الاحتلال بالكامل وإزالة هذا الاحتلال وإزالة الاستيطان من الضفة الغربية أمر مرفوض وفي غير صحيح وفي غير مكان. بل أكثر من ذلك، نحن نطالب الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل أن تلغي هذا التطبيع، لأنه كيف يمكن أن يكون تطبيع مع منظومة إسرائيلية تقوم بارتكاب الإبادة الجماعية التي تنظر فيها الآن محكمة العدل الدولية؟ حتى لو لم يكن الموضوع فلسطيني، لو كان الموضوع اعتداء إسرائيل على زيمبابوي يجب أن يكون موقف من إسرائيل باعتبارها مجرمة ترتكب الإبادة الجماعية، فكيف بالحال وهي تعتدي على الشعب الفلسطيني شقيق الشعوب العربية؟ بس أنا بأكد، تطبيع مع خطة لا يعني إلا تطبيع مع تصفية القضية الفلسطينية، لا يجوز أن يكون تطبيع إلا بعد إنهاء الاحتلال بالكامل. وأنا برأيي العنوان الرئيسي الذي يجب أن يطرح لكل الخطط هو كيف يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك تأتي الترتيبات الأخرى. أما بقاء الاحتلال فهذا يعني أنه لن تكون لا دولة فلسطينية ولا حرية ولا استقلال، وسيبقى الشعب الفلسطيني معرض للقمع والتنكيل. ما تقوم به إسرائيل الآن ليس خطوات نحو إنهاء الاحتلال، بل خطوات نحو توسيع الاحتلال. نعم. لذلك أنا آمل أن يعود هذا الأمر إلى النقاش وأن يوضع على الطاولة كيف يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لأنه أصلاً لولا الاحتلال ما صار 7 أكتوبر أصلاً. نعم. بدي أشكرك كل دكتور مصطفى، اسمح لي قبل أن أنهي معك فقط بسؤال، هل تعتقد أن اليوم ما يحدث يشير بوضوح؟ تفضل سعيمة، تفضل. يعني كما تفضل الدكتور مصطفى، يعني نرفض انه اي تطبيع مع استمرار الاحتلال الفلسطيني او تصفيه القضيه الفلسطينيه، لكن لابد يعني كنوع من برضه من يعني النظره الواقعيه ان ندرك الخطه العربيه التي تتحدث عنها وزير الخارجيه السعودي هي خطوات لا يمكن الرجوع عنها. يعني هذا شرط يعني مثل واضح في الطرح العربي الان، ويمكن ما هي الخطوات التي لا يمكن التراجع عنها؟ مثلا وقف الاستيطان مثلا. نحن دكتور مصطفى نتحدث عن التفاصيل الآن، لكن المطروح هو الإطار العام. الإطار أي حاجة يعني تتناقض مع هذا الطرح مرفوضة. يعني إذا كان الطرح أنه خطوات لا يمكن أن الرجوع عنها، إذن هذا كلام واضح جدا لا يمكن الرجوع عنها. من يضمن عدم التراجع عنها أستاذي؟ نعم. من يضمن عدم التراجع عنها؟ إسرائيل إسرائيل تراجعت عن اتفاق أوسلو، وتراجعت عن اتفاق وقع في البيت الأبيض، والولايات المتحدة سكتت. هذه من التفاصيل. يعني لما بنقول إن إحنا لا، هذا موضوع جوهري يا أستاذ، لأنه إحنا نعم. عايشنا نعم. إحنا عايشين القضية وعارفين شو طيب. بيجري كل الوعود الإسرائيلية جوهري، لكن النقطة إذا كان إحنا بنقول لا يمكن الرجوع عنها فهذا كلام طيب. واضح. دكتور مصطفى وأستاذ عماد، أي خروج عن ذلك طيب. مرفوض. يعني إذا كان هذا واضح، لكن دائما أستاذ عماد حديث الدكتور مصطفى أن الأزمة في التفاصيل، وأن التطبيع المجاني تحت أي ظرف كان دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودون أن يكون واضحا وجليا إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية قد يشكل معضلة للقضية الفلسطينية المستقبلية. مفهوم ذلك يا أستاذ محمد، هذا مفهوم أستاذ عماد. وبالتأكيد أن كل النقاشات محاولة التعاطي مع الأزمة بالتأكيد إيجاد يعني صيغة للجلوس لإيجاد حل، لكن تصفية القضية الفلسطينية غير مقبول على الإطلاق، وكل الدول العربية حتى التي لها اتفاقات مع إسرائيل لها موقف ضد تصفية القضية الفلسطينية الآن. واضح. كما رأيت موقف مصر من تهجير الفلسطينيين، فتصفية القضية الفلسطينية هذا موقف موضوع آخر. طيب، هذا موضوع واضح ويحتاج إلى كثير من البحث. عذروني دكتور مصطفى وأستاذ عماد، ضيق الوقت، عذروني جدا، وشكرا لكم على وجودكم معنا، وسنبحث أكثر في آليات وما يمكن القبول به من علاقة مع الاحتلال إذا ما كان هناك خطوات، وأي خطوات، وكيف يضمن الجميع أن تتحقق الدولة الفلسطينية نريد جميعا. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين.